اتريق على وزني وجه وقال لي انت 9 كيلو علشان تقع الوعدي. مدافع الزمالك حسام عبد المجيد بيكشف مفاجأة لأول مرة عن الحوار بينه وبين رونالدو، مش هتصدق اللي حصل بينهم. تصريحات مثيرة لمدافع نادي الزمالك حسام عبد المجيد كشف فيها مفاجأة غير متوقعة عن الحوار اللي حصل بينه وبين رونالدو في اللقطة الشهيرة في مباراة النصر والزمالك. وقال حسام: لقطتي مع كريستيانو رونالدو كانت مضحكة جدا، لأن في كرة عرضية أول ما لمسني رحت واقع على الأرض واتحسبت فاول لينا، فرونالدو جالي وقال لي هو أنت وزنك 9 كيلو علشان تقع كده؟ فضحكت، وهو لاعب مش طبيعي وكنت سعيد إن لعبت عليه بالشكل ده. مش بس كده، لكن كمان قال حسام في تصريحاته: رونالدو أسطورة كبيرة وكنت سعيد بالله بأمامه، أول مرة ألعب أمام لاعب بهذا الحجم من النجومية، رونالدو ما بيحبش يخسر أبدا. وكشف كمان حسام عن مفاجآت مثيرة لأول مرة على الهواء، وقال: قادرين على حصد ميدالية أولمبية في أولمبياد باريس، ونمتلك منتخب قوي جدا، وإن شاء الله نستطيع إسعاد الجماهير المصرية بهذه الميدالية، وأتمنى تواجد محمد صلاح معنا في الأولمبياد، هيعطينا ثقة كبيرة في البطولة، ولكن اختيار اللاعبين مش قراري، هو قرار المدير الفني ونحن نثق في اختياراته، ولكن أنا لو أنا اللي أختار هاخد أحمد مصطفى زيزو وإمام عاشور. واتكلم كمان عن مثل الأعلى في كرة القدم، وقال: مثل الأعلى هو محمود الونش وعالميا راموس، مع إني بشجع برشلونة، وأفضل مدافع في مصر حاليا هو محمد عبد المنعم، وأكثر مهاجم صعب لعبت عليه هو رونالدو وباريجا، ومن مصر محمد شريف. وكشف كمان حسام عن مفاجأة وقال: خروجي من المعسكر قبل مباراة بيراميدز كان بعد كلام أسري معايا، لأني كنت راجل مع معسكر المنتخب وقال لي أنت خارج القائمة، فروحت لأن أمي كانت تعبانة، فكابتن عبد الواحد السيد غرمني لهذا الموقف. حسام اتكلم كمان عن مدرب الزمالك جوزيه جوميز، وقال: البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للأبيض يشبه جوسفالدو فيريرا المدرب السابق للقلعة البيضاء، جوميز يتمنى أن أحرز أهداف ويقول لي خلال المحاضرات أني سأحرز هدف، وأي لاعب بيتدرب بشكل جيد جوميز بيدفع بي، واللي بيأثر ما بيشاركش، والمدرب مقتنع بي جدا ودايما بيقول لي أنت لاعب جامد. كمان اتكلم حسام عن لاعب الزمالك محمد عبد الشافي، وقال: محمد عبد الشافي إنسان غير طبيعي، خلوق جدا ويحب الخير للجميع ويدعم اللاعبين داخل وخارج الملعب، عبد الشافي ليس له مثيل، هو واحد فقط، عبد الشافي عنده أسلوب يجعلك تحبه دائما لا ينفعل، تتحدث معه بصوت خافت ويقدم النصائح دائما، ليس له شبيه، وشيكابالا من أول اللاعبين الذين يدعمون الصاعدين للفريق الأول ويقدم لهم النصائح، لما يكون قائد الفريق بيدعمك يجعلك تلعب بدون ضغط ويعرف كيف يجلب لك حقك. وقال لي بعد خطأ ركلة الجزاء في مباراة الذهاب أمام نهضة بركان: ولا يهمك، وانت هتكون سبب في اننا نفوز في مباراة الإياب، وأحمد فتوح لاعب قوي جدا وبيفرق مع المنتخب والنادي، هو ينتمي للزمالك بقوة، ولم أتخيل أن يرحل عن الفريق.